احنا دولة مفتوحة، ما عندنا قمع للآراء، وتشوفون يمكن أكثر جهة تنتقد هي الدولة، أكثر جهة. حتى أكو نقد للأحزاب، بس أكو أيضا هاي الأحزاب والحركات إلها أبواق إعلامية، إلها مريدين، وإلها ناس يدافعون عنها، يمكن بس الدولة يمكن مو يتيمة إن شاء الله بإنجازاتها. إحنا أرجع أقول مو دولة مغلقة، دولة منفتحة، وهذا زين إلنا. يعني الآن نكون نفتخر إحنا بالعراق، عندنا حرية تظاهر، ما يوجد قمع نعم يدعون أكو قمع واسع، بس فعلا لو تنظر الأجهزة الأمنية ما يوجد قمع بمعنى القمع. شوف علاقة المتظاهرين بالقوات الأمنية، البعض حاولوا يحرفون هاي العلاقة، بس الحمد لله لم ينجحوا، ولا زالت هذه العلاقة متراصة وصحيحة نفتخر بها. أكو درجة عالية من الحرية، بس أنا أكد أن حرية غير منضبطة تحتاج أن نضيف إلى مسؤولية، خصوصا في مواقع الإعلاميات الفضائيات. ما المفروض نقبل أن الفضائيات موزعات على الأحزاب؟ هذا مو حقها. الفضاء حق كل الناس، مو حق الأحزاب أو الجهات تتقاسم ويصير إلها هاي المساحة إلها، بس تروج لنفسها وتعترض على الآخرين أو تكسر الآخرين، هذا مو حقهم. الفضاء حق الناس.